سيدنا النبي، سيدنا النبي يا كامل الأوصاف، السلام لك يا مريم، مولاي صلي على حبيبك المصطفى. صلوات وأناشيد دينية مسيحية وإسلامية تعانقت معا لتزين لوحة ملتقى الأديان الذي يقيم في مدينة سانت كاترين جنوب سيناء تحت شعار معا نصلي، في حضور وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء ووفد من فناني مصر وممثلي السفارات الأجنبية، بالتزامن مع احتفالات المدينة بأعياد القديسة كاترين. الاحتفال ده بيقام سنويا بمناسبة القديسة كاترين اللي المدينة بالكامل بتنسب ليها والدير بينسب ليها والمنطقة بتحمل اسمها، وده احتفال سنوي بيقام. وانه عادة هذه المنطقة لانها مجمع اديان فبيأتي اليها الناس والمواطنون من مختلف انحاء العالم. ده حفل موسيقى الروحانيات لجلال المكان طبعا والمنظر والهدوء والجمال اللي موجود هنا. بنعمل حاجة كده ان شاء الله يا رب تعجب المصريين كلهم وتعجب العالم طبعا اجمع. هذه الاحتفالية وحضورنا هنا دليل واضح على انه نحن يعني جميعا مع بعض تضافرا جهدا وجحودا نمضي نمشي الى المستقبل، ونحن ندافع عن اوطاننا عن جميع الحكومات من قبل يعني القوى الشر، وان شاء الله ان شاء الله سريعا ما سرعان ما الصواح الروس سوف يرجعون الى هذا الارض المقدس الارض المصري. في الوقت اللي العالم كله بيشهد ارهاب وبيشهد حروب وبيشهد عدم قبول الاخر وبيشهد تطرف، احنا بنقول للعالم كله احنا هيا نصلي معا. مفيش اي مسلم او مسيحي او يهودي او اي حاجة، احنا بلد سلام وتعايشنا من الاف السنين كلنا شعب واحد دم واحد ايد واحدة مفيش فرق بيننا. دي احتفالية كبيرة وتعظيم وتجسيد للاهالي وللدير وللجامع، وهذا سيادتك شايف انت الجامع والكنيسة جنب بعض، مش موجود في العالم الا فين؟ في مدينة سانت كاترين. الملتقى الذي يبعث برسالة لكل البشر فحواها السلام لكل العالم يضم عددا كبيرا من الفرق من مختلف أنحاء العالم، جورجيا واليونان والسنغال وأندونيسيا وفرقة سماع للأنشاد الصوفي. إيه الجمال والروعة دي؟ حاجة معانيها حلوة جدا، رسالة لكل العالم بجميع الأديان بجميع حتى الكنائس يعني الكاثوليك والارثوذكس كله يعني والمسلمين والمسلمين بيغنوا للمسيحيين والمسيحيين بيغنوا للمسلمين. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ باصوات رائعه بتوزيع رائع حقيقه، لا يعني تفوق على نفسه بصراحه. ودي رساله انا عجبني طارق اما كان بيقول ان احنا نحطها في مصطيران في الطيارات بتاعتنا، ان احنا نحط دي رسالة جميلة توزع، يعني لو في حد مسؤول عن ان احنا نعرض الحاجات دي برا لا نعرضها عشان دي رسالة حلوة للعالم كله. انا اول مرة اجي سانت كاترين ودي دعيب يعني ان انا ابقى مصرية وما اشوفش مكان حلو زي كده. النهاردة لما روحنا الدير ولما روحنا الكنيسة كنت فخورة قوي ومبسوطة قوي قد ايه المباني جميلة وقد ايه الحاجات اللي عرفناها معلومات جديدة وشفت حاجات حلوة قوي جوا الدير، ولعت شمعة في الكنيسة وكنت مبسوطة قوي. أنا مبسوطة لأنه أنا جاية أشارك مع كل الدول اللي مشاركة النهاردة وأقول إن مصر بلد الأمن والأمان، وبتهيألي ده واجبنا كلنا إن احنا نوصل ده لبره ونقول لهم إن احنا هو في أمان ومصر جميلة ولازم تيجوا تزوروها. لم يكتفي المنظمون للحفل بإقامة الحفل في مدينة سانت كاترين فحسب، بل اتجهوا بعد ذلك إلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ ليعلنوا للعالم أجمع أن السلام هو ما يجب أن يسود البشر. محمد أبو شنب، تين تي في.